إيهاب صديق ديالي وحل أخ ديالي وعندي علاقة به طيبة يعني قبل ما يمشي لستارك كنتلاقى أنا وياه وسبق لينا بزاف مرة تحدثنا في المجال الفني والحمد لله هو دابا هو تمكن بأنه يشق الطريق ديالو الفني فأنا فرحان له بزاف وفرحان بزاف أكثر أن مديت أسفي كتعطي بزاف ديال الفنانة.